أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية والتي نناقش فيها ذكرى سلخ لواء اسكندرون عن الوطن الأم سوريا، والذي جاء نتاج اتفاق ثلاثي مشبوه بين قوى الاستعمار في كل من تركيا وفرنسا وبريطانيا، ورغم مرور سنوات طويلة على تلك الذكرى الأليمة يأبى السوريون إلا أن يكونوا أكثر تصميما على استعادة الحقوق، متسلحين بانتصارات الجيش العربي السوري وإيمانهم العميق بحتمية الانتصار على الإرهاب وداعميه، وعلى رأسهم النظام التركي الواهم باستعادة أمجاد السلطنة العثمانية البائدة. لواء اسكندرون في دمنا، ممزوج بعروقنا، وسيعود إلينا شاء المستعمر أو أبى، والحق العربي سينتصر لا محالة. نحن بنقول لتركيا لواء اسكندرون بقلوبنا وراح يرجع لسوريا، لكن لواء الاسكندرون ما دام في شعب سوري، ما دام في نبض سوري، ما دام في عندنا قياده سوريه بده يرجع، والجيش السوري بده يرجع لواء الاسكندرون باذن الله، وبده يرجع لنا كل حقوقنا. من جديد نرحب بكم مشاهدينا. تمر اليوم ذكرى لواء اسكندرون أو سلخ لواء اسكندرون عن الوطن الأم سوريا، والتي جاء نتاج حلف ثلاثي مشبوه بين قوى الاستعمار التركي والفرنسي والبريطاني. نتابع هذا التقرير ونعود. 80 عاما على لواء اسكندرون من خلال صفقة مشبوهة بين الاحتلال الفرنسي والدولة التركية. سكان هذه المنطقة السورية المغتصبة حافظوا على عروبتهم وسوريتهم رغم كل محاولات التهجير والطرد والتغيير الديموغرافي المتسارع الذي قامت به الدولة الطورانية لتتريك الأرض السورية في اللواء. كان لواء اسكندرون في اتفاقية سايكس بيكو داخل المنطقة الزرقاء التابعة للانتداب الفرنسي، وهذا يعني أنه حتى هذه المعاهدة الاستعمارية أقرت أنه تابع للأرض السورية. في معاهدة سيفر عام 1920 اعترفت السلطنة العثمانية بعروبة الاسكندرون وكيليكيا بما فيها أضنة ومرسين وارتباطهما بسوريا. في 29 من أيار سنة 1937 أصدرت عصبة الأمم قرارا بفصل اللواء عن سوريا، وعين حاكم فرنسي لمنطقة اللواء. وفي 15 من تموز سنة 1938 دخلت القوات التركية بشكل مفاجئ إلى مدن اللواء واحتلتها، وتراجع لها الجيش الفرنسي إلى أنطاكيا. وبعد ذلك بعام واحد أي في سنة 1939 أشرفت الإدارة الفرنسية على استفتاء مزور في الإجراءات والقوائم حول الانضمام إلى تركيا، وشكك السوريون بنتائجه، وابتدأت سياسة التتريك وتهجير العرب. سارعت تركيا إلى تغيير أسماء المدن والقرى من عربية إلى تركية، وعلى الرغم من ذلك فما يزال السوريون اليوم يشكلون الأغلبية في عدد من محافظات اللواء. لواء اسكندرون وأنطاكيا ومرسين وكيليكيا وخليج السويدية وأضنة كلها أرض سورية، وسيأتي يوم تعود فيها إلى الوطن الأم سوريا. إذن مشاهدينا هذه التغطية مستمرة، وينضم إلينا في الأستوديو الدكتور عفيف دلة المحلل السياسي، وعبر الهاتف من دمشق الدكتور حسن حسن الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم ضيفي في هذه التغطية، وأبدأ معك دكتور عفيف. حياك الله دكتور عفيف. أهلا وسهلا دكتور عفيف. إلى أي حد اليوم التاريخ يعيد نفسه؟ يعني ما نشهده اليوم في المنطقة الشمالية لسوريا، إلى أي حد هو يشبه تماما ما جرى قبل 77 عام؟ في البداية الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا والتمنيات بالشفاء العاجل لجرحانا. نعم التاريخ يعيد نفسه أستاذ إياد، لأن القوى الاستعمارية وقواعد اللعبة بين القوى الكبرى لا تزال هي ذاتها. يعني اليوم الكبير يبتلع الضعيف، القوي يبتلع الضعيف، والكبير يبتلع الصغير، هذه هي القاعدة. لكن ربما تتبدل الأدوات، تتبدل المسميات، تختلف الذرائع بشكل أو بآخر، لكن لا يزال منطق الحاكم للعلاقات الدولية
ذاته في تقديري. يعني عندما سلخ لواء اسكندرون في 39 كان نتاج لسياق طويل من التآمر على الأمة العربية. نعم. في وقت كانت يعني قد عانت فيه ما عانته أمتنا ولا سيما سوريا من مفرزات الاحتلال العثماني البغيض على مدى ما يقارب 400 عام. نعم. ولم تلبث أن تتخلص من هذا العبء الكولونيالي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حتى وجدت نفسها أمام مشاريع التقسيم والتجزئة الأوروبية بين القوى التي كانت هي تشكل آنذاك يعني مرتكز القوى العالمي بين بريطانيا وبين فرنسا. وفعلا كما أشار التقرير قبل قليل يعني حتى في اتفاق سايكس بيكو المشؤوم كان لواء اسكندرون يعتبر من داخل المنطقة الزرقاء التي صحيح. تعتبر أن هذه الأرض هي أرض عربية سورية بامتياز. ولذلك حقيقة لاحقا في معاهدة سيفر نعم في 1920 كانت الإمبراطورية العثمانية واهنة آنذاك. نعم. وكان هناك يعني محاولة لاستمالتها من قبل الأوروبيين تمهيدا لدخولها في صفهم في محاور الصراع العالمي وتحديدا ما تبين لاحقا يعني قبيل الحرب العالمية الثانية أملا بأن تكون تركيا منضمة إلى محور الحلفاء يعني آنذاك. قبل أن ندخل بالتفاصيل هذه دكتور عفيف، يعني هي نتيجة مؤامرة دولية كبرى وتصفية حسابات دولية كبرى تم سلخ لواء اسكندرون. نسمع رأي الدكتور حسن حسن بما أنه الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير دكتور حسن. مساء الخير لك وللصديق الغالي الدكتور عفيف وللسادة المتابعين. حياك الله. ما المتغير اليوم برأيك دكتور حسن بين يعني قبل 77 عام واليوم بال 2016؟ ما الذي تغير؟ كثيرة هي المتغيرات. العنوان الأبرز للتغير هو الإرادة وامتلاك القدرة، والقدرة على تحويل هذه يعني مكامن القوة إلى قدرة فاعلة على الأرض. نحن نتحدث عندما نتحدث عن 39 نتحدث عن دولة سورية في عهد الانتداب، الإرادة مغيبة، هناك دولة يعني بقانون دولي جائر بكل ما تعنيه كلمة قانون دولي جائر، يعني هي التي تسير الأمور. الآن دولة مستقلة ذات سيادة، وليس هذا فحسب، وإنما دولة مستقلة ذات سيادة تترك بصماتها على تغيير جوهري في كل ما له علاقة بتوازن القوى الإقليمي والدولي وتهيئة البيئة الاستراتيجية لنظام عالمي جديد. لذلك الأطماع قد تكون ذاتها، أنا أتوقف كثيرا عن موضوع يعني لفظة المؤامرة التي تستخدم وهي حقيقة، لكن من الذي قال أن العدو لا يتآمر؟ الأمر الطبيعي أن يتآمر العدو. صحيح. الأمر الطبيعي أن يرسم المخططات، لكن الأمر غير الطبيعي أن تقابل هذه المخططات بإذعان، باستسلام، بقبول، برضوخ إلى آخر ما هنالك. نعم. قد تكون مرحلة من المراحل الإرادة شبه مغيبة أو عوامل القوة شبه متدنية، لكن عندما تكون الإرادة هي العنوان الأبرز لا يمكن على الإطلاق لأي قوة في الدنيا أن تستطيع بأن تسلب إرادة شعب صمم أبنائه على استعادة حقوقهم. وبالتالي يعني موضوع الهمزات واللمزات والغمزات والأحلام الأردوغانية في نهاية المطاف لن تقود إلا إلى مزيد من الانتكاسات ومن الخيبات ومن الإخفاقات في السياسة التركية خارجيا وداخليا بآن معا. نعم. طيب دكتور حسن تحدث عن خيبات وإخفاقات لأردوغان وكل ما يطمح له هذا العثماني، هل برأيك دكتور عفيف من عوامل من أحداث على الأرض ميدانية تدفع باتجاه ما تحدث به الدكتور حسن حسن أنه كل الأمور تتجه على عكس صالح أردوغان والعثمانيين الجدد؟ يعني شوف اليوم التيار العثماني يعني الجديد الذي يمثله اليوم أردوغان يعني كامتداد لمشروع الإخوان المسلمين بشكل عام على مستوى المنطقة ما كان ليستطيع أن يحقق أي شيء لولا الدعم القوى الغربية له. صحيح. ولولا اعتماد المشروع الغربي على هذا الجزء الإخواني فيما يتعلق بتكريس سياسة إخوانية، تكريس أنظمة سياسية تخدم هذه الأجندة وتخدم هذه المصالح القوى الغربية الاستعمارية. لا يزال الاستعمار استعمار، يعني اليوم حتى لو يعني أراد أن يخلع ثوبه الاستعماري وأتانا بلبوس جديد أو بهوية جديدة أو بشكل جديد، حقيقة هو لا يزال يمتلك نفس المضمون، نفس الجوهر، هو الجوهر القائم على أساس بناء
ورسم مشاريع استهداف لهذه المنطقة كي تبقى هذه المنطقة ترزح تحت نير الاستعمار، تبقى مفتتة، تبقى يعني قائمة على أسباب التشظي والتشرذم، وبالتالي لا تقوم لها قائمة إلا من خلال قوى غربية تشكل هي مظلة على قياسها وبهوية هي تريدها لشعوب هذه المنطقة. لذلك أنا أعتقد أن لا يزال اليوم، يعني لا يصح ربما منهجيا أن نقول ما أشبه اليوم بالأمس، لا نحن لا نزال نعيش في امتداد موضوعي تاريخي للمراحل السابقة حتى هذه اللحظة بكل الإنجازات التي حققناها ما بعد إجلاء المستعمر الفرنسي، وما بعد أيضا مواجهة استحقاقات كبيرة جدا على مستوى مشاريع تقسيمية على لهذه الأمة كامتداد كانت لسايكس بيكو، لكن على الرغم من ذلك حقيقة لا تزال الأمة ولا تزال المنطقة تعاني ما تعانيه من عوامل ضعف حقيقة اشتغل على أن تستمر كي تصل إلى هذه المراحل المتقدمة في التشرذم والتشظي وفي شراء ذمم أنظمة سياسية وتطويعها وإدخالها في المشروع الصهيوني على مستوى المنطقة. إذن القضية هنا لم تعد فقط قضية حقوق أو قضية شعب يرتبط بأرض، هناك اليوم ما هو حقيقة أكثر عمقا من ذلك، يعني القضية هنا قضية هوية، قضية تاريخ وحقائق يراد أن تشوه بالكامل. وبالتالي حتى الاستفتاء الذي أجري زورا مبهتانا في 39 ويعني لاحقا كانت نتيجته أن المستفتى بهم يعني أقروا بتبعية اللواء إلى تركيا، كان نتيجة تهجير ممنهج لعائلات تركية بالآلاف آنذاك وإدخالها في جغرافيا لواء اسكندرون بمقابل تهجير عائلات سورية من تلك الجغرافيا إلى جغرافيات أخرى داخل الأراضي السورية لكي يستطيعوا أن يمرروا هذا الاستفتاء الزائف حقيقة، والذي بالتالي سلخ على إسره لواء اسكندرون في 39. لذلك أستاذ إياد حقيقة هناك أطماع تدرك القوى الاستعمارية حقيقتها وجوهرها، هذه الأطماع قائمة على أساس السيطرة على مناطق حيوية ذات أهمية استراتيجية. اليوم عندما نتحدث عن لواء اسكندرون نحن نتحدث عن منطقة غنية بطبيعتها بزراعتها بمنابع المياه الموجودة فيها، بالتالي لديها مصادر طاقة كبيرة جدا. اليوم اليوم أستاذ إياد هناك جريدة تركية، جريدة الخبر التركية حقيقة أوردت خبرا مفاده أن هناك حقل غاز طبيعي مكتشف اليوم في لواء اسكندرون، الحجم التقديري له والكمية التقديرية مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. اليوم يتم الاشتغال على بحث واستكشاف هذه الكميات ليصار إلى استخراجها لاحقا، بالتالي هناك كان منذ البداية إدراك لأهمية هذه الجغرافيا الجيوسياسية كجزء من المنطقة، والمنطقة الأمة العربية بعموميتها بكليتها كانت هي تشكل كموقع جيوسياسي أهمية استراتيجية للقوى الاستعمارية. لذلك يعني رأينا ما رأيناه عبر التاريخ بمراحله المختلفة، وما لنزال نراه ونكابده حقيقة ونواجهه من مشاريع استهداف مختلفة المسميات. طيب. دكتور حسن، هذا الموقع الجيوسياسي الذي تحدث عنه الدكتور عفيف دلة، وأنت قلت بأنه من حق المستعمر أن يتآمر ومن حق أعداء الوطن أن يتآمروا، يعني لا غريب في هذا الأمر، ليس من حقهم لكن لا غريب، لا غريب عفوا، لا غريب أن يتآمر، وربما من حقهم بالنسبة لهم ليس بالنسبة لنا. ولكن السؤال اليوم، ما الذي تغير في المشهد؟ وأنا أتحدث اليوم عن الميدان تحديدا، هل الواقع الميداني اليوم في المنطقة الشمالية في سوريا يسمح بتكرار أي سيناريو من سيناريوهات الاستعمار في المنطقة؟ تأكد تماما أستاذ زياد، لو كان الواقع الميداني يسمح لما ترددوا لحظة واحدة بفرض ما يسمح به الواقع الميداني، لكن لأنهم على يقين بأن الواقع الميداني لا يسمح لذلك نرى هذه المماطلة وهذا التسويف. وليس هذا فحسب، بل أستطيع القول وبمنتهى الثقة والاطمئنان أن الواقع الميداني أفرز يعني توزع قوى إقليمي ودولي جديد، لم يكن بإمكان الأصدقاء الروس أن يحلموا بالعودة إلى مرحلة الندية بخمسة عقود قادمة. صمود الدولة السورية، الأداء الميداني للمقاتل العربي السوري، تكامل أداء المقاتل السوري مع المواطن السوري مع القيادة السورية، هي ما هيأت هذه البيئة الاستراتيجية لارتفاع أصوات مناهضة ويعني رافضة لاستمرارية الأحادية القطبية. تركيا كبرت أو صغرت
تبقى رأس الحربة الناتو، كبرت أم صغرت تبقى تدور في الفلك الأمريكي. وبالتالي عندما نرى بعض النشوز أو بعض يعني ما يسمى العربدة التركية التي تظهر أحيانا وكأنها متناقضة مع السياسة الأمريكية، لا على الإطلاق، هو التناقض الظاهر الذي يؤدي إلى التكامل. صمود الدولة السورية، وفاء أصدقاء سوريا، بقوف أصدقاء سوريا مع الدولة السورية، هو ما غير موازين القوى، ليس فقط في الميدان العسكري الذي حاولوا أن يعطوه مرتسمات سياسية. أنا أتمنى هون الكل يتذكر عندما نتحدث عن موضوع ديمستورا مبعوث دولي، يعني كيف يمكن له أن يحمل، وأن سماها وجهات نظر شخصية، مصطلح إدارة ذاتي. شو يعني إدارة ذاتي؟ أن تسمح للإرهابيين المسلحين القتلة الذين التكفيريين بأن يتم مكافأتهم ويصبحوا هم المتحكمون في المناطق التي يسيطرون عليها. عندما كان الرد الميداني السوري بهذا الشكل المزلزل، نحن نتحدث أستاذ في غضون 72 ساعة الأخيرة، ما أنجزه الجيش العربي السوري والقوى الرديفة سيصبح جزءا من التعلم. هو إضافة ليس للفكر العسكري السوري، وإنما إضافة للفكر العسكري العالمي. هذا بكله يصرف على أرض الواقع. هذا ليس بإمكان لا تركيا ولا المايسترو الصهيوني أمريكي أن يتنكر إلى هذه الحقيقة. شو عم تعمل الأساطيل البوارج الروسية في البحر المتوسط؟ فقط إجت مشان تحارب الإرهاب؟ لا على الإطلاق، ليس هذا فقط، هذا أحد الأهداف الأساسية، لكن هذا إن دل على شيء فيدل على أن توازن قوى دولي فرض ذاته. عندما نتحدث عن كوزنتسوف، نتحدث عن طراد بطرس الأكبر، نتحدث عن القطاع البحرية، نتحدث عن منظومات S-300 و S-400، يعني البحار المنطقة أصبحت مغلقة وسماء المنطقة أصبحت مغلقة. هل كان لهذا أن يتحقق لولا صمود الدولة السورية، لولا الأداء الإعجازي لرجال الجيش العربي السوري؟ لذلك نعم أقول بمنتهى الاطمئنان أن الواقع الميداني هو الذي حال دون تمرير قد تكون أحد أهم وأخطر حلقات المشروع التفتيتي الكوني، انطلاقا من تفتيت الدولة السورية بصمود الدولة السورية. كسرت هذه الحلقة، وقراءة الذاتية أن كسر هذه الحلقة سيتبعه كسر حلقات أخرى، والعنوان الأبرز سيكون أن سوريا ومن معها في الجانب المنتصر والآخرون في الجانب الخاسر. إن شاء الله. كل الشكر لك دكتور حسن الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك. ينضم إلينا في هذه التغطية أيضا عبر خدمة السكايب من بيروت الأستاذ دانيال عبد الفتاح المختص بشأن التركي. مساء الخير دكتور دانيال. مساء الخيرات، يا مرحبا، حياك الله. أستاذ دانيال، كنا نتحدث عن المتغيرات الدولية، اليوم إذا قارنا بما جرى قبل 77 عام يعني عام 1939، نفس الأسماء، فرنسا، بريطانيا، نضيف لها أمريكا الآن، تركيا، كل هذه الأسماء كنا نسمعها عام 1939 وتآمرت على سلخ لواء اسكندرون. واليوم في المنطقة الشمالية هناك أطماع للعثماني الجديد. برأيك ما العوامل التي تغيرت أو ما المتغيرات الدولية التي اليوم تقف في وجه هذه الأطماع حتى لا يتكرر سيناريو عام 1939؟ يعني إذا رجعنا إلى تلك الحقبة نجد أن تركيا في تلك الحقبة كانت مشاركة في الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء، ولذلك منحت لواء اسكندرون كمكافأة لها على مشاركتها إلى جانب الحلفاء في تلك الحرب، وعلى كل التضحيات أو كل الأعمال العسكرية التي قامت بها في تلك الحرب. عندما نقارن طبعا مع هذه الحرب نجد أن تركيا نعم شاركت الآن أيضا منذ اليوم الأول في الحرب على سوريا، كانت إلى جانب الحلفاء، يعني كانت دائما إلى جانب إسرائيل وأمريكا وأتباع إسرائيل وأمريكا من العرب وما شابه. نعم شاركت، ولكن الفرق هذه المرة بأن الحلفاء انتصروا في الحرب العالمية، ولكنهم في هذه الحرب لم يتأكد حتى الآن انتصارهم، بل يوما بعد يوم نشاهد هزائمهم الواحدة تلو الأخرى. لذلك ربما يكون الفرق بين تلك الأيام وهذه الأيام أن تركيا ربما لن تحصل
ولم تحصل على مكافأة بحصولها على جزء من الأراضي السورية مرة ثانية في الشمال السوري. كانت تنتظر هذا الشيء، كانت تتوقع أن تحصل على مكافأة من مشاركتها في هذه الحرب، أو حتى من تحولها إلى رأس حربة في هذه الحرب. نعم. على سوريا، بأن تحصل على منطقة شمال سوريا، أو على الأقل محافظة حلب بأكملها. نعم. أيضا كانت تتوقع الحصول على شمال العراق، وخاصة كركوك والموصل وديالى، إضافة إلى أجزاء كبيرة من كردستان العراق لتضمها إلى أراضيها. يعني الفرق واضح وجلي جدا. إذن ربما نقول بأن تركيا عندما فشلت في هذه الحرب، والحلفاء عندما لم يتأكد انتصارهم حتى الآن، بل ربما تأكدت بشائر هزيمتهم في هذه الحرب، لن يكون لتركيا سوى أن تقلع شوكها بأيديها. الآن تركيا مضطرة لأن تلاحق الإرهابيين الذين زرعتهم في الأراضي السورية، وعليها أن تحاربهم بمسمياتهم جميعا، يعني لواء التوحيد أو لواء التوحيد وما ثم انتقل إلى داعش انتقلت إلى النصرة. طيب. لا يهم، كل هذا لا يهم أبدا. اليوم تركيا في مأزق كبير جدا، وزرعت على حدودها في الجانب السوري خلايا كثيرة وبؤر استيطانية من الإرهابيين. هؤلاء الإرهابيين سيشكلون الآن نقمة كبيرة على تركيا، وهي الآن تسعى لملاحقتهم. لا تصدقوا أبدا من يقول لكم بأن تركيا الآن تحاول السيطرة على أراضي معينة في شمال سوريا، أو تحاول احتلال أراضي. طيب. أو تحاول فتح وضم مناطق جديدة إليها. بالعكس تماما، هي تنسق مع روسيا وإيران، وتريد أن تقلع شوكها بأيديها بعدما تورطت في سوريا. أستاذ دانيال، بما أنك تتحدث عن الميدان والمنطقة الشمالية، ننتقل إلى مراسل الإخبارية السورية في حلب أنس رمضان ليطلعنا على آخر التطورات الميدانية في حلب. مساء الخير أنس. نعم، تحية لك إياد. أنس، مجمل التطورات الميدانية اليوم في حلب لو سمحت. دعني أبدأ بالنسبة للمدنيين القادمين من الأحياء الواقعة شرق المدينة. آلاف المدنيين يتم استقبالهم وتأمينهم من قبل الجيش العربي السوري، ونقلهم عبر وسائط النقل المخصصة من قبل محافظة حلب باتجاه جبرين. هذه المنطقة إحدى المناطق التي خصصت كسكن مؤقت والمجهزة بكل الاحتياجات الخدمية والمعيشية والإغاثية وأيضا الصحية. يمكن الحديث عن أكثر من 13,000 مدني تم تأمينهم إلى الآن. منذ قرابة 4 أيام إلى الآن تم تأمين هذا العدد الكبير، وهو عدد للمرة الثانية. أؤكد بأنه لا يشكل شيء أمام الأعداد التي من المتوقع أن تخرج من الأحياء الواقعة شرق المدينة عبر تأمينهم من قبل الجيش العربي السوري. هذه العائلات التي التقينا ببعض أفرادها، والتي أكدت ما قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة من حرمانهم والغذاء والمواد الإغاثية التي احتكرتها هذه المجموعات. طيب أنس، اليوم تمر ذكرى أليمة علينا، هي ذكرى سلخ لواء اسكندرون عن الأرض الأم سوريا. كيف تمر هذه الذكرى على الشارع الحلبي؟ كيف يتفاعل الشعب الحلبي مع هذه الذكرى؟ نعم، بطبيعة الحال الأبناء مدينة حلب وكل المتواجدين هنا في مدينة حلب دائما يؤكدون على أن هذه الأرض هي أرض سورية، ويؤكدون دائما دعمهم للجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصار تلو الانتصار في الأرض السورية بشكل عام وحلب بشكل خاص. لذا الكل يطالب بعودة هذه الأرض التي تم اغتصابها من قبل الأتراك. لذا الكل يطالب بعودة هذه الأرض السورية، الأرض التي تعتبر جزء لا يتجزأ كما كل باقي المدن والمناطق السورية. والكل دائما هنا في مدينة حلب يؤكد دائما على دعم الجيش العربي السوري مخلص كل السوريين من المجموعات الإرهابية المسلحة وداعميهم أيضا الذين يحاولون من خلال دعم المجموعات الإرهابية لا سيما الأتراك من إعادة السيناريو الماضي. لكن بتحقيق الجيش هذا التقدم وهذه الانتصارات، هذا يعني بأن الجيش يلغي كل أحلام
الأتراك وأيضا الدول الأخرى الداعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة. أشكرك كل الشكر أنس رمضان مراسل الإخبارية سوريا في حلب، شكرا لك. أعود إليك دكتور عفيف، استمعنا ما قال مراسل الإخبارية سوريا عن هذه الذكرى كيف تمر على الشارع الحلبي وعلى الشارع السوري بشكل عام. يعني اليوم الشارع السوري يطالب بعودة لواء اسكندرون، لا ينسى حقه بلواء اسكندرون وهذا الجزء من الوطن. قبل أن أتحدث عن المعاهدات الدولية التي تمت في السابق في عام 1920 وكثير من هذه المعاهدات، أتحدث عن الإرادة الشعبية إلى أي حد تشكل ورقة ضاغطة على استعادة أي حق مسلوب أو أي جزء من أراضي سوريا. شوف، الإنسان دائما أستاذ إياد يعني لا يكون فقط بالمعنى الفيزيائي، بالمعنى الفيزيولوجي. الإنسان هو يعني يستطيع أن يستشعر إنسانيته بمقدار ارتباطه وانتمائه للأرض وارتباطه بقضية يناضل من أجلها. ذاك هو يمارس إنسانيته، ذاك بهذا الشكل يمارس مواطنته، بهذا الشكل يعبر عن ذاته، وسوى ذلك هو لا يستطيع بالتالي أن يعبر عن ذاته، ولا يستطيع أن يعني يكون فاعلا أو يستشعر أحد بوجوده ضمن الحيز الجغرافي الذي يتواجد فيه. لذلك عندما نحن نطالب اليوم لعودة لواء اسكندرون، نحن نطالب بقضية بالنسبة لنا ترتبط بانتماء لهذه الأرض وبحقيقة أصلا هي متأصلة ومتجذرة بالنسبة لنا، نعرفها جيدا، يعني ليس بالتاريخ القديم أو الطويل في الماضي عندما يعني جرت هذه المؤامرة على الشعب السوري وعلى الأرض السورية وتم اقتطاع هذا الجزء الغالي من الدولة السورية أو من الوطن السوري، لكن حتى الآن ذاكرة حية حقيقة. حتى الآن هناك عائلات كثيرة سورية تتواجد في تلك المنطقة، وبالتالي لم يستطيعوا بين هذه العائلات بين داخل بالمطلق. سوريا وداخل واسكندرية حتى الآن هذا الترابط موجود أستاذ إياد، ونحن لدينا أصدقاء كثر هناك، لدينا أقارب هناك، يعني أنا شخصيا لدي يعني أصول وأجداد في لواء اسكندرون حقيقة، ويتم التواصل مع يعني حتى الآن هناك عائلات سورية تتواجد تنتقل من وإلى هناك احتفاظ وحرص على الحفاظ على هذا الإرث السوري الذي يكرس هوية هذه الأرض ويؤكد هويتها ويثبت هويتها السورية. وكل محاولات الانتزاع لهذه الهوية التي جاءت بالقوة من قبل السلطات التركية آنذاك، ورغم كل هذا الوقت الطويل نسبيا الذي مر على سياسات التتريك الممنهجة لهذه الأرض أملا بتغيير هويتها، كلها باءت بالفشل حقيقة. وحتى الآن لم يستطع أحد أن ينزع من الذاكرة ومن الوجدان أن هذه الأرض هي أرض سورية خالصة وبالوثائق وبالحقائق وبحكم الجغرافيا وبحكم الحالة الاجتماعية بحكم الإنسان الذي يعيش هناك. يعني هذه الحدود التي رسمت أو التي رسمها الاستعمار هي حدود لا قيمة لها إلا على الورق أستاذ إياد. معلش، هناك كبار المفكرين ويعني أذكر منهم مثلا سليمان العيسى هو من لواء اسكندرون، سليمان العيسى وزكي العرفوزي، وهناك أيضا مفكرون كبار بالضبط هناك مفكرون وأدباء كبار سوريون حقيقة من لواء اسكندرون، وحتى اليوم هم يعني يتفاخرون بهذا الانتماء السوري وبأن هذه الأرض هي فعلا أرض سورية خالصة، لا يمكن لأحد أن يزيف أو يغير هذه الحقيقة. لذلك نحن لا نزال حتى الآن نعتبر لواء اسكندرون أستاذ إياد شأنه شأن الجولان السوري المحتل، شأنه شأن أي أرض عربية محتلة واحتلت بالقوة واغتصبت عنوة عن إرادة أهلها. ولذلك اليوم لا نزال وسنبقى حتى آخر نفس نطالب بعودة هذه الأرض الغالية إلى الحضن السوري وإلى الأرض السورية، عملا بكل القرارات الدولية، عملا بالوثائق التي تثبت أحقية سوريا بهذه الأرض التي هي أرض ذات هوية سورية، بأحقية أولئك الذين يعيشون اليوم في لواء اسكندرون ولا يزالون يتمسكون بهويتهم السورية وبانتمائهم السوري. لذلك مجموعة هذه الحقائق وهذه العوامل حقيقة تضعنا دائما وستبقى تضعنا على سكة المطالبة بهذه الأرض الغالية، والإدراك بأن هذه الأرض لا يمكن التخلي عنها ولا التخلي عن شبر واحد منها، لأن القضية هنا قضية تاريخ وقضية جغرافيا وقضية حقوق
قضية إنسانية لا يمكن لأحد اليوم أن يتنازل عن هويته. لا يستطيع اليوم الفلسطيني على سبيل المثال أن يتنازل عن هويته الفلسطينية. صحيح. مهما يعني راهن المستعمر وراهن المحتل على أن السنين ربما أن يمكن لها أن تغير من هوى وانتماء أصحاب الأرض أو سكان الأرض الأصليين والحقيقيين، إلا أنهم حقيقة لا يزالون هم أصحاب الأرض. هؤلاء يتمسكون بأرضهم، يتمسكون بانتمائهم. وكل تجارب التاريخ الاحتلالية الكولونيالية أستاذ إياد أثبتت حقيقة أن لم تستطع قوة استعمارية مهما استخدمت من آلة قتل وإجرام وتدمير وتغيير وطمس للهوية وبشكل منهجي، لم تستطع حقيقة أن تلغي حقيقة السكان الأصليين للمنطقة، حتى على مستوى الولايات المتحدة والهنود الحمر، حتى على مستوى نحن ما لدينا اليوم في الجولان، ما لدينا اليوم في فلسطين، ما لدينا في جنوب لبنان، وما لدينا أيضا في لواء اسكندرونة. كل هذه الأراضي هي أراضي عربية، لنا الحق في أن نبقى نطالب بها وسنبقى كذلك. طيب نسمع أنا وأنت وضيفي الأستاذ دانيال عبد الفتاح، نسمع إلى رأي الشارع السوري في هذا التقرير ونعود. لو بعد سنة، لو بعد 10 سنين 20 سنة هنرجع ناخذ لواء اسكندرون مرة تانية. طبعا لواء اسكندرون أرض سورية، نحن رجع بإذن الله وحن رجع بسواعد الجيش العربي السوري، الله يخلينا. اللواء اسكندرون إن شاء الله بده يرجع، وكل مين بدها ترجع الأراضي، كل واحد على أصحابه وكل واحد على هاي، يعني بدها لو بضل أكثر من 2000 سنة بدها ترجع اللواء اسكندرون. لواء اسكندرون أرض سورية وستبقى سوريين. لواء اسكندرون سوري، وإن شاء الله بنرجعه بهالشباب والله يحميه ويحمي كل الجيش. اللواء اسكندرون أكيد رح يرجع أرض سورية، وبالتأكيد أرض سورية ما بنتخلى عنها، مثله مثل الجولان يعني. لواء اسكندرون رح يبقى سوري وراح يضل سوري وبأرضنا وراح نرجعه بإذن الله. لواء اسكندرون أرض سورية وستبقى سورية للأبد. لواء اسكندرون أرض سورية إن شاء الله بترجع لنا بهمة شبابنا وجيشنا. بالنسبة لتركيا تجاوز للحدود السورية المقدسة أمر بهمة الجيش العربي السوري بإذن الله، راح نرجع ونرد العدوان التركي مثل ما سلبت منا لواء اسكندرون، سوف يعود بهمة الجيش العربي السوري. كونوا على ثقة بهمة رجال الجيش العربي السوري، وكما يحققون الانتصار تلو الانتصار، فإن هذا اللواء السليم الذي نعتبره جزء لا يتجزأ من الأرض السورية سوف يعود، وسوف يعود حتما إن شاء الله. بدنا ننتصر على الإرهاب وبدنا نرجع لواء اسكندرون بإذن الله. نحن كشعب سوري بنطالب بلواء اسكندرون لأنه بالأصل هو إلنا، ونحن ما رح نتخلى عن شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية. نحن منطالب أنه أرض سورية ترجع لسوريا دائما. بالنسبة للواء اسكندرون هو أرض عربية سورية أبا عن جد، وتم سلخها في عام 1938 من قبل الاستعمار العثماني والاستعمار الفرنسي، وهذا اللواء إن شاء الله سوف يعود إلى حضن الوطن. بالنسبة للأرض السورية كل ذرة تراب بهذا من هذا الأرض من هذا الوطن غالي على قلوبنا جميعا. تركيا ارتكبت جرائم داخل سوريا دعم الإرهابيين، كما ارتكبت جريمة سلخ لواء اسكندرون. لواء اسكندرون حيرجع وباقي بقلوبنا حتى النصر. لواء اسكندرون راح يرجع وبقيان بقلوبنا حتى النصر. لواء اسكندرون ان شاء الله راح يرجع. لواء اسكندرون راح يرجع. لواء اسكندرون سوري. لواء اسكندرون سوري. لواء اسكندرون سوري. لواء اسكندرون سوري وبقلوبنا من أرض الوطن سوريا الحبيبة. تركيا لا زالت تدعم الإرهاب، وهي التي قامت بسلخ لواء اسكندرون على الخريطة، ولا زال اللواء مرسوم في قلوبنا نحن السوريين. ما حدا قد سوريا، النصر إلنا ورح نستعين أراضينا، رح نستعيدهم، بس بدها الشغلة شوية طول بال وصبر. الجولان ولواء اسكندرون ومنطقة مو بس هيك، نحن اللي يفصلنا عن تركيا حدودنا الطبيعية هي قمم جبال طوروس.
من رأيي يعني نحن كشعب سوري أن يكون هدفنا هو لواء اسكندرون، وعلى الأهالي في لواء اسكندرون أن يتأهبوا لثورة ضد الأتراك لتحرير هذا اللواء السليم. لواء اسكندرون في دمنا، ممزوج بعروقنا، وسيعود إلينا شاء المستعمر أو أبى. طبعا لواء اسكندرون قطعة أرض سوري بامتياز وأرض عربية، ونحن كمواطنين في القطر العربي السوري لا نرضى بديلا عن أرض لواء اسكندرون. تركيا عم ترتكب جرائم حرب بدعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة، مثل ما ارتكبت سابقا جريمة حرب بسلخ لواء اسكندرونا. ومن قال تركيا لواء اسكندرونا رح يرجع عاجلا أم آجلا؟ هذه الأرض هي جزء لا يتجزأ من أرض سوريا، وسوف ترجع إلى أرض سوريا مهما طال الزمن. سوريا منتصرة والنصر الإلهي قادم. بهمة الجيش العربي السوري ولواء اسكندرون سيكون لنا، سنستعيده لأنه لنا ولن يردنا أي شيء. نعيد ونذكر الحكومة التركية بالتاريخ، 400 سنة احتلال عثماني للأراضي العربية، قومت وأخذت واستردت بالحجارة، ونحن الآن مستعدون لاسترداد باقي المناطق بالبواريد، بالبارودة، بالبندقية، بالدماء، بالشهداء، بشهداء الجيش العربي السوري. يجب أن لا ننسى ونعلم الأجيال القادمة، كما نقول فلسطين يجب أن نقول لواء اسكندرون. أستاذ دانيال، استمعت إلى رأي الشارع السوري بما يتعلق بسلخ لواء اسكندرون، ما تعليقك أستاذ دانيال على ما سمعت؟ يعني طالما أن الشعب السوري يريد إعادة حقه، وطالما أنه مصمم على هذا الحق، فلا بد أن يعود الحق. يعني لا يمكن أبدا لحق وراءه مطالب أن يموت، وطالما الشعب لديه هذه الروح ولديه هذا الإصرار، فأكيد النتائج ستكون محسومة لصالح إعادة اللواء السليم. يعني في الواقع الأحداث التي طرأت على الساحة مؤخرا، ودعم تركيا للإرهاب بشكل واضح وعلني، ثم حديث تركيا العلني والواضح والصريح عن على موضوع التدخل في الشأن السوري وتغيير الخارطة واحتلال الأراضي السورية، في الواقع كان شرا ولكنه شر مفيد بالنسبة للإنسان وللشعب السوري. يعني السوريون كانوا شبه متناسين بقضية لواء اسكندرون، للأسف الشديد أقولها بصراحة. لم يكن هناك تركيز على القضية المحورية والأساسية في لواء اسكندرون بقدر مثلا التركيز على يعني هضبة الجولان. عفوا أستاذ دانيال، يعني قلت بأن كانوا متناسين، لكن اليوم ما نسمعه من الشارع السوري يثبت بأنه يعني هذا الجيل الخامس يجوز ربما من الشعب السوري، وهو ما زال يذكر جيدا لواء اسكندرون. وسمعت آراء السوريين كيف ينظرون للواء اسكندرون. نعم، أنا هذا ما قلته، يعني أنا قلت أنهم كانوا متناسين والآن عادوا ليذكروا هذه القضية. لا يا سيدي، كانوا متناسين وكانوا نسيانين بكل معنى الكلمة. يعني لن أغير رأيي ولن أغير أبدا ما شهدته. كنا ننادي وكنا نتحدث في تركيا عن لواء اسكندرون، فكان يتم إسكاتنا، وحتى الجانب السوري كان لا يقترب كثيرا من هذا الموضوع، ومن يتحدث عن لواء اسكندرون كان يعتبر من الجناح الذي يحاول عرقلة العلاقات التركية السورية وما شابه ذلك. هذه كانت أخطاء يجب علينا الاعتراف بها، كانت أخطاء موجودة في تعاملنا وفي سياساتنا مع الجانب التركي المحتل. لكن أهلنا في لواء اسكندرون يا أستاذ دانيال، أهلنا في لواء اسكندرون رفضوا الدخول وعاد لرشده. أستاذ دانيال، أهلنا في لواء اسكندرون لليوم يرفضون دخول إلى المدارس التركية، ما زالوا يفرضون اللغة العربية في تلك المنطقة، رغم أنه يعتقل من يتحدث باللغة العربية في لواء اسكندرون. طبعا أنا أتحدث عن الجانب السوري في لواء اسكندرون. يعني أنا أعرف أن يعني ما
لا أدري كيف نحاول الآن إثبات أن لواء اسكندرون سوري وأن لدينا علاقات سورية وأن هناك ما تزال في لواء اسكندرون عائلات سورية. نحن نتحدث عن أرض سورية، يعني نعم. نحن نتحدث عن سورية، يعني هذا لواء اسكندرون السوري. كيف نثبت أو كيف يعني كيف نقع في هذا المثبت يعني صراحة. نعم بأن نقول أن هناك عائلات ما تزال عائلات سورية في لواء اسكندرون. ما هو كل لواء اسكندرون سوري من أوله إلى آخره. يعني إذا كانت قرية اسمها عين الجوزة تحول اسمها إلى يايلاضاغ، فهل يعني هذا أنها ليست سورية أو يجب علينا إعادة إثبات أنها سورية؟ أنا أؤكد كلامك ولا أختلف أبدا معك في الرأي، بالعكس تماما. أنا أقول بأن الشعب السوري الآن يقول كلمته بعدما تعرض لكل هذا العدوان الشرس والحقيقي، بعدما اكتشف أن لا فرق بين أي مستعمر وأي محتل، إن كان هذا المحتل تركي عثماني أو إذا كان المحتل هذا عربي أو خليجي أو سعودي أو إذا كان إسرائيلي أو أمريكي ومدعوما من فرنسا وبريطانيا أو إذا كان مدعوما من السعودية وقطر. فالاحتلال هو احتلال، والأرض هي الأرض، وشرف الإنسان في سوريا معروف أنه بارتباطه بأرضه. العلاقات الدبلوماسية والسياسية دائما تحكم الواقع، ودائما هي التي تؤثر وهي التي تغير في تكتيكات العمل السياسي. الدولة السورية كانت دائما ذكية وكانت دائما مدركة وكانت دائما تعرف كيف توازن في علاقاتها وفي سياساتها، ودائما نحن على ثقة بأن الشعب السوري هو الذي يحدد سياسات الدولة السورية، ورأي الشارع السوري ورأي المواطن السوري دائما كان محددا وراسما لهذه السياسات. واليوم هذا الذي نسمعه فعلا يجعل أبداننا تقشعر ويجعلنا نشعر بكل فخر واعتزاز بأن الشارع السوري والمواطن السوري لم يغير ولن يغير أبدا من مواقفه. ودائما الانتصارات لا تتم إلا من خلال الرأي الراسخ والصحيح والموقف الراسخ من قبل الشعوب. نعم، أعود إليك دكتور عفيف. تتفق مع ضيفي دكتور عفيف فيما قال بما يخص اللواء اسكندرون؟ يعني الآن بدأ كما تحدث المطالبة بشكل فعلي للواء اسكندرون. أنا ما لاحظته وما سمعنا من الشارع السوري، هذا جيل خامس من يطالب اليوم بلواء اسكندرون. يعني هو كما القضية الفلسطينية، اليوم الفلسطيني لم ينسى فلسطين رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة، وراهنوا على أنه الأجيال القادمة ستنسى. لا، أنا في تقديري أولا أنا أختلف معه حقيقة. نعم. يعني اختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. القضايا الكبرى حقيقة هي ملك للشعوب، ليست ملك للأفراد. نعم. فإذا ما تحدث فرد هنا أو هناك بشكل لا ينسجم مع الوعي الجمعي ربما لقضية بهذا الحجم، بقضية أرض وانتماء وهوية كلواء اسكندرون، فهذا لا يعني أن الشعب السوري برمته هو متناسي، وأن اليوم هو نتيجة ظروف معينة أو نتيجة هذه الاعتداءات والعدوان التركي على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري بالعموم، أن هناك يعني استيقاظ أو صحوة في الوجدان السوري في لقضية لواء اسكندرون. لا، هذا الاستطلاع في الشارع الذي أجريتموه أستاذ إياد، حتى لو أجريتموه في يوم لا يشكل ذكرى سلخ اللواء. نعم. حقيقة لكانت الآراء ذاتها. إذن القضية هنا كيف نقاربها؟ هل نقاربها في سياق الحراك السياسي أو في سياق العلاقات الدولية بشكل عام، بتواترها، باتزانها، بخلخلتها؟ آنذاك يعني يمكن أن نقيس ونلمس أن المزاج الشعبي لا هو مع استرداد اللواء أو مع عدم استرداده. القضية لا تقاس بهذا المعيار، القضية تقاس بمعيار هل لا يزال الوجدان الجمعي والوعي الجمعي للشعب السوري كشعب صاحب حق في هذه الأرض، هل هو لا يزال حاضرا؟ هل هو لا يزال صاحيا مستيقظا لهذه القضية، أم هو كان يعني يعاني من خمول نسبي؟ أدوات التعبير وأشكال التعبير تختلف بين مرحلة وأخرى، لا شك في ذلك. لكن هنا عندما نريد أن نقارب القضية كقضية
لا نريد أن نقاربها بشكل ما يمكن أن يعتبر تداول أو حجم للتداول لهذه القضية في وسائل الإعلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، في جلسات معينة. حجم التداول لا يعكس الانتماء للقضية بالضرورة. قد يقل، لكن الانتماء للقضية لا يزال موجودا. وكما ذكرت، يعني هناك أحيانا مرت القضية الفلسطينية بمراحل كانت ربما أشكال التعبير فيها زاد زخم كبير جدا في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وما يعني يتم التسويق له لانتفاضة ثالثة. لكن ما بين الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، هل كان هناك يعني فتور أو خمول في الشعور القومي وفي الشعور الوطني حيال القضية الأساس، حيال قضية الاحتلال الأرض؟ أنا لا أعتقد أن القضايا من هذا النوع تقارب بهذا الشكل بمعنى أو بآخر. هذا أولا. ثانيا، لنزال حتى اليوم نحن ندرك تماما أن هذه الأرض هي أرض سورية، ونتعامل على هذا الأساس. عندما كنا دائما نثق حقيقة، ولا نزال نثق، بأن القيادة السياسية السورية تستطيع دائما أن تكيف الظروف الإقليمية والدولية سياسيا لتحصيل حقوقها، كما كنا نثق ولا نزال نثق بكيفية معالجة ومتابعة قضية الجولان السوري المحتل. نثق كل الثقة بأن القيادة السياسية السورية بمستوى الوعي الذي تمتلكه، ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى القومي، يعني قيادة سياسية كانت دائما على الدوام حريصة كل الحرص على أن تبقى القضية الفلسطينية قضية مركزية لجوهرها ولارتباطها بقضايا مماثلة ومشابهة لا تقل قيمة عنها، لكن هي القضية المركزية لأن الصراع العربي الإسرائيلي يتمحور حول هذه الأرض، وما يتفرع عنها الاحتلال من احتلال إسرائيلي للجولان، وما يتفرع عنها ويرتبط ارتباطا عضويا باحتلال تركي للواء اسكندرونة، وما شابهها أيضا من قضايا مستلبة ومغتصبة للشعوب العربية وللشعب السوري على وجه التحديد. كل ذلك كانت بوصلته الأساسية هي كيفية قراءة المرحلة التاريخية ومتغيراتها، وكيفية بالتالي المطالبة والإبقاء بالمطالبة بهذه الحقوق وكيفية تحصيلها. هذا لا يعني أننا اليوم استفقنا متأخرين لوعي أن لواء اسكندرونة هو أرض سورية، لا، هذه حقيقة كما أشار ضيفك، لكن حقيقة كي لا نقع في تناقض أو في جدل حقيقي غير موضوعي، لا في السياق التاريخي ولا في السياق الاجتماعي اليوم ولا حتى في السياق السياسي. نحن نتحدث اليوم عن قضية تدرك القيادة السياسية كيف لها أن تطالب بها بحكم الظروف الظروف المرحلة التاريخية التي تمر بها من ناحية، ومن ناحية أخرى عندما كانت حتى العلاقات السورية التركية في أوجها إيجابيا، كانت دائما هناك القضية، قضية لواء اسكندرون كانت حاضرة، لكن كانت حقيقة هناك أولويات على مستوى كيفية تجهيز وتهيئة المداخل الملائمة حقيقة لاستعادة هذه الأرض دون حالة صدام، وتكريسا وتعزيزا لحالة توافق بين دولة على الشريط الحدودي، دولة جارة، وبين شعبين يراد أن يتم تعزيز المشتركات بينهما على حساب المفترقات أو التباينات. ولذلك لم تسقط يوما قضية لواء اسكندرون. ما هو المعيار لسقوط هذه القضية؟ كيف لمسنا أو لمس البعض سقوط هذه القضية؟ إذن عندما نتحدث عن قضايا بهذا الحجم، نتحدث نحن عن قضايا شعوب، قضايا مصيرية لا يمكن للأفراد أن يمتلكونها أو يمتلكون حرية التصرف بها. هذا ما أكده القائد المؤسس حافظ الأسد بالمناسبة عندما قال أن القضايا المصيرية هي ملك للشعوب وليست ملكا للأفراد ولو كانوا في قمة المسؤولية. وعندما لا ينجح مسؤول من في أوجيل من الأجيال في تحقيق هدف الأجيال اللاحقة، فعلى الأقل لا يحق لهذا المسؤول أو لهذا الجيل أن يورث الأجيال اللاحقة هزيمة ممهورة بالسقوط. طيب، بأنك تتحدث عن الشعوب، ننتقل مباشرة للزميلة نور إبراهيم من ساحة الشهداء في دمشق لتطلعنا على آراء الشارع في دمشق. تفضلي نور. اليوم السوري المواطن السوري شو بيحب يقول بهي الذكرى؟ شو بيحب يوجه كلمة لرجال الله في الميدان؟ خلونا نشوف. يعطيك العافية. اليوم الذكرى 77 لسلخ لواء اسكندرون عن الأمة السورية. احنا بنهلأ الجيش العربي السوري بانتصاراته، ونذكر الشعب العربي السوري بأن اللواء منذ 77 سنة مغتصب من قبل تركيا، ولا تعترف بهذا الحق
ولا تعترف شرعة الأمم المتحدة بهذا الحق بأن هذه الأرض سورية، بينما تدخل القوات التركية إلى سوريا وتقتصب جزء وتعترف بأنه هذا الجزء لها وليس لسوريا وليس لها أي حق في هذه الأرض السورية. ونتيجة هذه الانتصارات المتلاحقة تدعم القوات التركية داعش وغير داعش من المنظمات الإرهابية التي دخلت إلى القطر العربي السوري عنوة وبدعم من أمريكا والسعودية والقوات الأخرى والدول العربية الأخرى المتحالفة مع واشنطن. ولا نعترف نحن بهذا الحزام الذي تريد أن تفرضه تركيا على سوريا، لأن الأرض رجال الجيش اليوم. طبعاً إحنا بنحيي رجال الجيش العربي السوري بهذه الانتصارات على مستوى القطر العربي السوري كله، ونحيي أيضاً هذه المصالحات وندعم هذه المصالحات على شتى أرجاء القطر العربي السوري، وخاصة في خان الشيح وفي بقية المناطق مثل طبعاً جوبر وبعض المناطق الأخرى الشمالية وفي حلب وفي دير الزور وفي كل المناطق. هناك مصالحات نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري، وحتى يعود هذا إن شاء الله وتكلل هذه الانتصارات بهزيمة كافة الإرهابيين في شتى أنحاء القطر العربي السوري. ونحيي رجال الجيش العربي السوري وشهداء الجيش العربي السوري، وإن شاء الله النصر قريب إذا أراد الله. إن شاء الله النصر قريب بهمة أبطال الجيش العربي السوري. شكرا لك، يعطيك العافية. اليوم الذكرى 77 لسلخ لواء اسكندرون عن الوطن الأم سوريا، انتصارات متتالية لرجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري على الأرض، على امتداد الجغرافيا السورية وخاصة في حلب. شو بتحب تقول كلمة بهي الذكرى؟ شو بتحب توجه كلمة لرجال الله؟ بداية أحيي الجيش العربي السوري الذي يثبت يوما بعد يوم انتصارا بعد انتصار، وإن شاء الله الأزمة في مراحلها الأخيرة بجهود الجيش العربي السوري وبجهود الخيرين وكل من يؤازر الجيش العربي السوري. اللواء إن شاء الله سوف يعود بهمة الشباب ومهمة الجيش العربي السوري، ولا يروح حق وراه مطالب إن شاء الله. يعطيك العافية. رح ناخذ كمان بعض آراء المواطنين، مثل ما عم نسمع ونشوف جميع المواطنين عم يأكدوا على أنه عودة لواء اسكندرون قريبا بهمة أبطالنا رجال الجيش العربي السوري. اليوم الذكرى 77 لسلخ لواء اسكندرون عن الوطن الأم سوريا في ظل انتصارات رجال الجيش العربي السوري. شو بهي الذكرى؟ بهاي الذكرى أنا بحيي الجيش العربي السوري ونترحم على شهداء الوطن أجمعين، ومنأكد أنه نحن مع الجيش قلبا وقالبا، والحمد لله رب العالمين. انتصارات كانت رائعة جدا في حلب، في خان الشيح، في كل مناطق سوريا، وإن شاء الله مناطق سوريا كاملة رح تتحرر وكل الناس رح ترجع لحضن الوطن، ونحن مع الجيش قلبا وقالبا بإذن الله تعالى. وإن شاء الله بالذكرى القادمة لسلخ لواء اسكندرون راح يكون لواء اسكندرون تحت ايد قبضة الجيش العربي السوري وابطال الجيش العربي السوري. من حي القيادة الحكيمة وكل شيء له يد بهالوطن للخير، والله يعطيك العافية. يعطيك العافية، شكرا كثير لك. اياد، مثل ما عم نتابع الجميع اكد انه لواء اسكندرون سيعود قريبا الى حضن الوطن سوريا بهمة ابطال رجال العربي السوري. الانتصارات متتالية على الأرض، إن شاء الله قريبا نحتفل بعودة لواء اسكندرون. عودة إليك يا دكتور. شكرا نور، كل التحية لك. نور إبراهيم، مفدى الإخبارية السورية في دمشق، شكرا لك. أعود إليك أستاذ دانيال. أستاذ دانيال، ممارسة أردوغان التي تعيدنا إلى الماضي، هذه الممارسات العثمانية إن كانت يعني لا تقتصر فقط على دول الجوار، أيضا هي ممارسات داخلية يتعرض لها اليوم الشعب التركي. برأيك أستاذ دانيال، إلى أي حد اليوم هذه الممارسات وهذه المنهجية التي ينتهجها أردوغان
تأخذ تركيا إلى الهاوية؟ يعني كما تفضلت اليوم التوجه التركي، يعني يقوم أردوغان بعملية محاولة سلخ بعض المناطق التابعة له، يعني 11 بلدة ومدينة في جنوب شرق تركيا من المدن الكردية تم فتح النار عليها اعتبارا من صيف العام الماضي، وتمت محاربتها وتدميرها بشكل تام وكامل، لم يبقى فيها حجر على حجر. كل هذه المناطق تم استعادتها من حزب الشعوب الديمقراطي الذي نجح في الانتخابات في حزيران الماضي. داخليا تم فصل الشارع التركي إلى قسمين، تم وضع عازل وجدران بين الشارع الذي يعتبر شارع المتأسلم أو الإخواني والشارع الآخر الذي هو الشارع العلماني. أيضا هناك مشكلة كبيرة جدا في الواقع التركي اليوم تتركز في قضية العداء للشعب، العداء للشعب التركي الذي لا يناصر سياسات حزب العدالة والتنمية أو الذي يعتبر خارجا عن بيت الطاعة الذي فرضه رجب طيب أردوغان. كل هذه اليوم هي الصورة الحقيقية والواقعية في الداخل التركي. حزب العدالة والتنمية الحاكم كان له استفتاء أو استقصاء لآراء الشارع التركي، كانت صادمة جدا بانهيار المؤيدين له إلى نسبة ما يقارب 35% فقط من المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، أي من الحزبيين المتحزبين انخفض عدد تأييده الذين يؤيدون سياسات حزب العدالة والتنمية ويؤيدون سياسات رجب طيب أردوغان. أيضا هناك استطلاعات للرأي تقول من داخل الحزب بأن الناخب التركي والأتراك لم يعودوا يثقوا بالجيش التركي ولم يعود لديهم أي ثقة بالقضاء في تركيا. هناك استطلاع يقول بأن المؤسسة السياسية في تركيا أيضا انهارت في نظر الشارع التركي. كل هذه المعطيات مجتمعة تضعنا في وجه وفي ملاحظة أن السياسة الداخلية التركية اليوم أصبحت في مواجهة الشعب كما هي في الخارج. نعم، أشكرك كل الشكر الأستاذ دانيال عبد الفتاح المختص بشأن التركي، كنت معنا عبر خدمة السكايب من بيروت، شكرا لك. أعود إليك دكتور عفيف. دكتور عفيف، اليوم هناك كثير من المعاهدات الدولية، منها معاهدة صفر عام أو المادة 27 من معاهدة صفر عام 1920. تمت هذه المعاهدة بموجبها اعتراف من قبل تركيا بعروبة اسكندرونة وبعروبة مرسين وبعروبة قلقيلية بشكل كامل. هذه المعاهدة هذه المعاهدة الدولية وهذه الاتفاقيات وهي مسجلة في عصبة الأمم المتحدة، وهذه الإرادة الشعبية التي تابعناها اليوم، إلى أي حد تشكل سند قانوني من خلالها يمكن الضغط على تركيا لاستعادة لواء اسكندرون، خاصة وأن موازين القوى تختلف والنظام الدولي يختلف في حال تغير؟ أولا أستاذ إياد، يعني كل المواثيق اليوم، ليست فقط المواثيق، هناك مواثيق ومعاهدات نعم تؤكد عروبة وسورية لواء اسكندرون. منها ما جاء فعلا بالمادة 27 بمعاهدة صفر اللي صارت 1920، وكانت كما قلت قبل قليل، يعني كانت الإمبراطورية العثمانية واهنة في ذاك الحين. ولاحقا أيضا ما يتعلق باتفاقية ساكس بيكو ووجود لواء اسكندرون في المنطقة الزرقاء، يعني التي كانت تغطي الأراضي السورية والتي كانت موضوعة تحت الانتداب الفرنسي بموجب هذه الاتفاقية المشؤومة. غير ذلك، يضاف إلى ذلك كل الوقائع التي نعيشها اليوم والتي يعني تدلل على هوية هذه الأرض وهذه الجغرافيا، كل ذلك أستاذ إياد يحتاج إلى إرادة شعبية بالدرجة الأولى، يحتاج إلى وجود الإرادة الشعبية. وما رأيناه حقيقة هو ليس حالة طارئة اليوم في الوجدان الجمعي السوري. كما قلت لك، لو قمتم بهذا السؤال أو بهذا الريبورتاج مثلا
الصحفي في أي يوم من أيام السنة لكانت الآراء ذاتها. إذن بالتالي ما يزال موجود داخل الوجدان السوري لكل مواطن في سوريا حيال قضية لواء اسكندرون، وبالتالي ما لا تستطيع قوة على الأرض أن تنتزعه من داخل وجدان شعب ما، فلا تستطيع أي قرارات أممية أو مواثيق أن تفرضه عليه بالقوة. يعني أنا اليوم أريد على سبيل المثال أن أسأل سؤال، فيما لو اليوم أجري استفتاء ما، يعني على 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 سيرة وعطفا واستكمالا لطرح أن هناك كان تناسي أو نسيان لهذه القضية، طب الآن لو يجرى استفتاء للشعب السوري للموجودين نحن قلنا، هل تقبلون التخلي عن لواء اسكندرون؟ بالمطلق سيكون لا، بالمطلق. دليل ماذا؟ من لا يهتم أو من لا يدرك قيمة القضية هناك لن يستطيع أن يعبر عن إدراكه لهذه القيمة في أي يعني وسيلة، بأي طريقة، بأي إجراء. وبالتالي كلنا يعلم حقيقة أن لواء اسكندرون شأنه شأن الجولان، شأنه شأن أي أرض سورية، أي أرض عربية محتلة مغتصبة نطالب بها، وستبقى محفورة في ذاكرتنا وفي وجداننا الفردي والجمعي على السواء. ولذلك أستاذ إياد، يعني كل ما يجري اليوم حقيقة من متغيرات دولية، يعني لن تستطيع أن تثني الشعب السوري عن الاستمرار بمطالبته بأحقية وجوده في هذه الجغرافيا وأحقية هذه الجغرافيا له. من جهة، من جهة أخرى، يعني إذا ما استعرضنا يعني المسار التاريخي من ما قبل سلخ لواء اسكندرون في 39 وحتى يومنا هذا، لم تنفك الأمة العربية عن مواجهة مشاريع تستهدف وجودها وتستهدف هويتها. ما تلا ذلك لاحقا على مستوى نكبة فلسطين، وما تلا ذلك على مستوى نكسة حزيران، وما تلا ذلك على مستوى يعني استهداف الدولة الوطنية السورية في من خلال عصابة الإخوان المسلمين العميلة في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات، وما تلا ذلك أيضا من حروب على مستوى المنطقة في الحرب العراقية الإيرانية واجتياح إسرائيلي بيروت في 82، وما تلا ذلك من تفكك للمنظومة الاشتراكية لمنظومة الاتحاد السوفيتي والأخطار التي كانت محدقة بالأمة العربية ولا سيما سوريا كحامل للواء القضية في ذلك الحين. كل هذه الأحداث حقيقة كانت تدلل وتؤشر على أن الأمة العربية لم تلتقط أنفاسها. سوريا على وجه التحديد في موضع الطليعة وفي طليعة من يقود النضال العربي والمشروع القومي العربي الذي لا تزال سوريا مصرة على أن تتمسك به، لم تستطع حقيقة أن تلتقط أنفاسها، سواء على مستوى مواجهة الاستحقاقات والأخطار الداهمة التي كانت تحدق بالأمة العربية وبسوريا على وجه التحديد، أو من جهة انزلاقات الأنظمة العربية التي تلت من بوابة كامب ديفيد وما تلا ذلك بأوسلو وغير أوسلو ووادي عربة، وصولا إلى هذا التطبيع المذل حقيقة المعلن والوقح بين منظومة الخليج وبين الكيان الإسرائيلي المحتل. لذلك اليوم تركيا حقيقة وأردوغان على وجه التحديد يحاول أن يوجد لنفسه موطئ قدم ضمن هذه المعادلات الإقليمية والدولية، وانخراطه فيما يسمى مشروع الربيع العربي لم يكن إلا انخراطا مشابها تآمريا مع مشابها لذاك التآمر والتواطؤ مع القوى الغربية قبيل سلخ اللواء في 39 مع فرنسا وبريطانيا. لذلك تركيا تحاول نعم أن تحول نفسها إلى دولة أو تستعيد أمجادها الكولونيالية الاحتلالية الإحلالية على مستوى المنطقة، وأن تستعيد سيطرتها وتحكمها بالمنطقة من خلال ولوجها في مشاريع استعمارية كبرى كما حدث فيما يسمى المشروع الربيع العربي. الوقت دكتور عفيف، فقط هل يوجد صدفة في عالم السياسة؟ يعني اليوم ذكرى اليوم 29 تشرين الثاني هو نفس اليوم الذي قسمت فيه فلسطين، هل هو من باب الصدفة سلخ لواء اسكندرون في نفس اليوم الذي قسمت فيه فلسطين؟ شوف، هلا سواء كان من باب الصدفة أو لم يكن باب الصدفة، لكن التاريخ كما نعلمه نحن لا تحركه الصدفة حقيقة. يعني كما قلت، كل ما جرى هو جرى في سياق معادلة الاستعمار، قوى مستعمرة تريد أن تستعمر دول وشعوب وبلدان على مستوى هذا العالم لتكرس هيمنتها، لتكرس سطوتها الاستعمارية بشكل أو بآخر. أمراض كثيرة
موجودة وراسخة اليوم في موروثنا الاجتماعي للأسف. نعم. هي كانت نتاج فعل استعماري مباشر. نعم. ونحن اليوم نتداولها ونتناقلها نتناقلها للأسف. نعم. الشديد حتى الآن. لذلك ما ينبغي علينا مواجهته حقيقة هو مواجهة مركبة اليوم، مواجهة على مستوى الذات بكل. نعم. ما تمتلكه من مخزون ومن موروث علينا تنقيته بشكل أو بآخر لنستعيد عافيتنا الفكرية والثقافية والمعرفية النهضوية بشكل أو بآخر. نعم. وأن نرمي كل تلك الرواسب والعوالق. نعم. التي حقيقة زرعت يعني بعنوة في العقل العربي. نعم. وأيضا أن نواجه أخطار المحدقة بنا على المستوى الموضوعي. نعم. بمعنى المشاريع الخارجية الاستعمارية، وذلك من خلال ليس فقط أن نكون في موقع رد الفعل حيال هذه المشاريع. نعم. بل أن نملك مشروعنا نحن، مشروعنا الذي نستطيع من خلاله أن نواجه تلك المشاريع. نعم. وأن نستطيع من خلاله حقيقة رسم مستقبلنا، وإلا يرسم هذا المستقبل لنا بالنيابة عنا. هل نستطيع أن نقول دكتور عفيف أن اليوم الإرهابي أبو بكر البغدادي يلعب ذات الدور الذي لعبه الحاكم العسكري لمنطقة اسكندرون؟ بالمطلق. يعني اليوم داعش هي قوات تمهيدية للأتراك. قوات تمهيدية. نعم. يعني القوات الفرنسية ب 38 عندما دخلت القوات التركية بالاتفاق مع القوات الفرنسية تراجعت إلى كيليكيا، إلى أنطاكيا القوات الفرنسية، ولاحقا كي تشرعن نوع من المعاهدة أو نوع من الاتفاقية بينها وبين القوات التركية أنذاك، وأفرزت حالة سلخ اللواء ب 39. إذن كل ما يجري اليوم هو تمهيد لفرض السيطرة والهيمنة الاستعمارية مجددا، لكن بمسميات مختلفة، بأدوات جديدة، بعناوين جديدة، لكن المستهدف هو واحد، هو الشعب العربي والشعب السوري على وجه. نعم. التحديد لما يحمله من منظومة قيمية مفاهيمية. صدقني. نعم. أستاذ إياد، مشكلتهم معنا ليست فقط حالة أطماع في الأرض وفي الجغرافيا وفي الثروات، مشكلتهم معنا بأن من يسكن هذه الأرض هو صاحب ذاكرة جيدة، ذاكرة حية لا تموت. نعم. هم مشكلتهم في هذه الذاكرة. إذا ما. نعم. يعني جعلنا ذاكرتنا تموت سريريا على الأقل، وقلنا ننكف عن المطالبة. نعم. بحقوقنا المشروعة على مستوى الأرض وعلى مستوى الحقوق المعنوية والمادية لدي لنا بعد. نعم. حقبة طويلة من الاستعمار والاضطهاد والاحتلال بكل أشكاله، فما أعطونا ما نريد، لكن أنا ذاك أو حين ذاك لا نستطيع بشكل. نعم. أو بآخر أن نبرر لأنفسنا. نعم. ممارسة ذاتنا الوطنية بشكل أو بآخر، لن نستطيع أن نمارس هذه الذات الوطنية ولا هذه الذات القومية. نعم. ولن نستطيع أن نعتبر أنفسنا موجودين فعلا بشكل حقيقي بشكل إنساني إذ أننا لا نملك حين ذاك قضية. نعم. نناضل من أجلها. نعم. والإنسان في حاصل الأمر هو قضية. نعم. هو بذاته قضية، وعندما يمتلك قضية حقيقية يناضل من أجلها. نعم. يمارس أنا في تقديري إنسانيته بأعلى مستوياتها. نعم. ويعبر عن هذه الذات الإنسانية في كل مراحل التاريخ. نعم. نحن دائما نعتمد على ذاتنا أولا وأخيرا، وكل الثقة برجال الجيش العربي السوري دائما. ننتقل للميدان دكتور عفيف وإلى مراسل الإخبارية السورية في حلب وليد دهناي ليطلعنا على آخر التطورات الميدانية. تفضل وليد. حياكم الله زملاء في استديوهات الإخبارية السورية. واليوم من منطقة الشيخ خضر، صراحة دخلنا هذه المنطقة مع قوات الجيش العربي السوري وكانوا في استقبالنا المدنيين في هذه المنطقة، وهم تحدثوا كثيرا حول معاناتهم مع المجموعات الإرهابية المسلحة. الجيش العربي السوري استعاد منطقة الشيخ خضر. سوف أنتقل عبر شاشة الإخبارية السورية على طول هذه المنطقة لننقل لكل من يعرف هذه المنطقة بأن انتصارات الجيش العربي السوري وصلت إلى الشيخ خضر وما بعد هذه المنطقة، وقامت بتأمينها بشكل كامل. الجيش العربي السوري استعاد نحو 20 كيلو متر مربع، أي تقدر حول يعني 40% من المساحة داخل الأحياء الشرقية، والعمليات مستمرة باتجاه الجنوب من الأحياء الشرقية. سوف أنتقل بداية مع أحد القادة الميدانيين الذين شاركوا باقتحام هذه المناطق، مؤسسة المياه ما بعد مؤسسة المياه، وصولا إلى الشيخ خضر وامتدادا إلى عدد من المناطق الأخرى. يعطيك العافية، بنحكي عن عملياتكم، كيف دخلتوا للمنطقة؟ طبعا بعد دخول شركة المياه وتأمينها بشكل كامل، تم توسيع النطاق حول الشركة للتأمين أمان شركة المياه. مثل ما عم تلاحظ أثناء دخولنا الشيخ خضر لاحظنا الوضع المزري للمدنيين واستقبالهم الحافل، لأنه يعني الوضع كان مأساوي عند المدنيين، وهلا عم تشوف المدنيين حوالينا
ومبسوطين بالوضع. أثناء دخول مناطق تتواجد فيها المدنيين، كيفية الدخول من قبلكم كقوات بالدرجة الأولى تحافظون على حياة المدنيين؟ طبعاً هيدي أول شيء لأن يعني حماية المدنيين. دخلنا بخطة وبتسلل، والتعليمات هي حماية كل مدني، والحمد لله ما نأذى ولا مدني، والعالم استقبلتنا بفرح. صحيح. وأثناء التمشيط إذا بدك تشوف كمان التمشيط حي الشيخ خضر، تم العثور على أسلحة راح نشوفها هيك. كان يرمى باتجاه حي سليمان الحلبي منها. هاي مدافع هاون ومدافع جرار جهنم، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومقرات قيادة للعصابات المسلحة. تشوف إذا انتقلنا، طبعا إذا ما انتقلنا عبرها. شكرا لك لانضمامك معنا، حضرتك كنت مشارك بالاقتحامات هذه المناطق. سوف ننتقل عبر شاشة الإخبارية السورية لرصد هذه المنطقة ورصد المدافع والمرابط التي تقوم المجموعات الإرهابية المسلحة كانت تقوم في وقت سابق باستهدافها منطقة الميدان وعدد من المناطق الأخرى بقذائف صاروخية وغيرها من المناطق. نحن نتحدث بأن الجيش العربي السوري دخل وقام بتمشيط المنطقة بشكل كامل، هذه المنطقة التي استعادها الجيش العربي السوري بالإضافة إلى عدد من النقاط الأخرى. نحن نتحدث بأن الجيش العربي السوري قام بالوصول إلى أحد مقرات عناصر جبهة النصرة، وكما يدعون بأنه مقر الإمارة، طبعا العثور على مدافع كانت تستهدف الآمنين. اليوم نتحدث بأن عودة السيطرة على منطقة الشيخ خضر وبستان الباشا وعدد من الأحياء الأخرى هي عادة الأمن والحياة والحيوية إلى منطقة الميدان بشكل كامل وما حول هذه المنطقة من تساقط المجموعات الإرهابية المسلحة. إذن منطقة الشيخ خضر آمنة، هي كغيرها من المناطق الأخرى من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. طبعا وحدات الهندسة تقوم بتفكيك جميع العبوات الناسفة. مررنا بمؤسسة المياه وسوف نوافيكم بتقارير مفصلة من هذه المؤسسة التي قامت بواسل ووحدات الهندسة بتفكيك العبوات الناسفة التي تزن حوالي من 50 إلى 200 كيلو جرام. هذه العبوات كانت تحضرها المجموعات الإرهابية المسلحة لتفجير المؤسسة، غاية منهم عند وصول الجيش العربي السوري. ولكن الجيش عبر خطة مركزة دخل إلى هذه المنطقة. وسوف أنتقل إلى أحد المدنيين المتواجدين معي. قبل ذلك سوف أنتقل إلى شعارات التي كانت تستخدمها جماعات جبهة فتح الشام. طبعا هم يتحدثون باسم الدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن كل ذلك هم بارون عنه. سوف أنتقل إلى أحد. يعطيك العافية. حضرتك مدني كنت بالمنطقة؟ أنا صار لي 5 سنوات ناطر لحظة الدخول هالجيش. دقوا علينا إرهابيين، موتونا من الجوع، سجنونا، بهانونا، ما طلعت. قلت لهم ما بخلي بيتي أنا، إسرائيل دخلت فلسطين وما أخلوا العالم. نعم. وأنا ما قلت له ما بخلي بيتي. نعم. ظليت بارك بيتي وناطر دخول الجيش. نعم تفضل عم، لو انتقلنا ونرصد حركة المنطقة ونتحدث أكثر. نعم عم، احكي لنا كيف استقبلوا وكيف كان تعاملوا معكم، تعاملوا المسلحين معكم. معاملة المسلحين شو بدي أوصف لك؟ المسلحين موتونا من الجوع، هانونا، بلنكو عندهم بلنكو. ايش يعني بلنقو؟ معلش بلنقو من الاربع رجلين بيعلقوا الواحد، من الايدين ومن الرجلين، من الايدين والرجلين لورا هيك بيعلقوا. نعم. ليش قاموا بهاي الامور؟ اي غلط. اذا حلفت بالله بيدخلوه. اذا حلفت بالله، طيب هذا شيء دين واسلام، هن بيعرفوا الدين. حتى الحجاج اذا في كلمه الله محمد قال ما بيصير محمد مقابل الله ابدا ابدا. نعم يعني هم يتحدثون عن دين ولا بريئون من هذا الدين. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا بجيكم. أهلا وسهلا خير. الله يسلمك. وين نحن وكيف كانت معاملة المسلحين معكم هون بالمنطقة؟ نحن والله ساكنين هون شرقي مؤسسة المياه، والله معاملتهم يعني شيخ خضر المنطقة، شيخ خضر هون شرقي مؤسسة المياه، شيخ خضر هون حي الجنكية بقولوا عنا. والله معاملتهم يعني الجيش الحر، أول شيء بالبداية طلع مو ثورة، طلع على النهاب، طلع يسرق البيوت كذا، تطلع يقول لك تدخل على بيتك، انا بدي اسرق وبدي افعل كذا وكذا، يقول لك تدخل، عينك بدي اسرق البيت. ما عملتهم سيئه شيف، صارنا كم شهر جوعانين، يومين بدك تاكلون حيصار، وهم مخبين المعونه عندهم كثيره ونحن جوعانين. لك طيب الشعب هذا جوعان، هو جاي تحمي الشعب انت مجوعه؟ كيف كان استقبالكم للجيش وشو املكم الجيش لما دخل الجيش؟
ما شاء الله الجيش يعني حسين حنا بحضن الوطن فرحنا شعورنا لا يوصف شعورنا بالجيش العربي السوري حامي الوطن وحامينا شاملكم الجيش شاملكم والله امبارح جابونا خبز الحمد لله كثر الله خيرون وانا اسعفت العسكري لمن شباب بالغلط خبز دخان هذا كله كنتم محرومين منه والله يا محرومين منه سبحان الله كيف كانت الاسعار غاليه اذا تواجد يبيعون السيكارة ب 4000 والله العظيم اي والله الشباب كلهم بيعرفوا سيكارة ب 4000 تمام الخبز القصص شدة كانت لأسفل. خبز رغيف الخبز 100 وثلاث رغفان أخي يوم بيعطونا بالأسبوع ثلاث رغفان نعم بس بالأسبوع ثلاث رغفان بس والخبز بمية للرغيف والخبز نخالي أو أجيب لك خبز منهم نعم شكرا شوفه. لك يعني سوف أنتقل أيضا لحد المدنيين أراد أن يتحدث لنا الحمد لله على سلامتكم الله يسلمك يا رب وأبطال صمودكم الله يحمينا الجيش العربي السوري الله يحمينا يا بألف بخير نحن أنا بحب أضيف نحن صرنا 5 سنين ساكنين هون عرفت شلون وعاينا من الإرهاب كتير عرفت علي شلون هي مو ثورة ولا حرية نحن صرنا 5 سنين محرومين من الحرية هي حرية هي معمل الراجي ينسرق ويروح على تركيا هي بتكون حرية هي هيك بيصير الإسلام هذا إسلام هذا الدين الإسلام مو هيك الإسلام أحسن من هيك شكرا الإسلام أكثر من هيك شكرا لك أيضا نحن نتحدث بأن الجيش العربي السوري قام بتأمين منطقة الشيخ خضر وغيرها من المناطق الأخرى نتحدث عن مناطق تحدثت لكم مساحة بلغت حوالي 20 كيلومتر والعمليات مستمرة باتجاه الحلوانية وغير الحلوانية امتدادا إلى منطقة الشعار أحد أهم معانقل الإرهابيين وجبهة النصرة ولكن كل ذلك لا يصعب على الجيش العربي السوري الذين اتخذوا القرار وسوف يتقدمون ويطهرون كافة الأحياء الشرقية وما النصر إلا ساعة يعني نحن نتحدث بأن العمليات مستمرة باتجاه الأحياء الشرقية وباقي المناطق التي نجستها المجموعات الإرهابية المسلحة ولكن الجيش العربي السوري مستمرا بملاحقة فلول الإرهابيين هذا كل ما لدي حتى على لحظات من منطقة الشيخ خضر العودة إليكم زملائي في استوديوهات الإخبارية السورية شكرا وليد هناي مراسل الإخبارية السورية في حلب على كل هذه المعلومات شكرا لك دكتور عفيف يبقى معنا دقيقة تعليقك على ما تابعت في هذه الرسالة من مراسل الإخبارية السورية لا أملك تعليقا سوى أن أقول أن اليقين كل اليقين اليوم يحمله بواسل جيشنا العربي السوري البطل هذا هو اليقين الذي نحن نؤمن به وكل ما جرى وكل ما يمكن أن يمارس علينا من تهويل ومن تضليل ومن تحديات هي بالنسبة لنا كأصحابها حالة طارئة أوهام سراب مهما يعني تآلمنا مهما تعددت جراحنا لكن يبقى الوطن هو القضية ولذلك أعود لأقول من يحمل القضية اليوم لا يستطيع حقيقة إلا أن يكون مؤتمنا عليها لا يملك هو من حيث أنه هو لا يملك التفريط بها لأنه يدرك أنه عندما يتمسك بهذه القضية هو لا يعبر عن نفسه فقط هو يعبر عن الملايين من المواطنين الذين يؤمنون بذات القضية ويشعر بالتالي بأنه هو فعلا في موقع المسؤولية التاريخية والمسؤولية الوطنية عندما يمارس هذا النوع من الانتماء للقضية وحمل لوائها لذلك لا خوف على الوطن لا خوف على القضية على الإطلاق لا خوف على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية طالما لدينا بواسل كرجال جيشنا العربي السوري البطل وشعب أبي مقدام يدرك في وجدانه وفي عقله الجمعي وفي وعيه الجمعي الوطن وقيمة الوطن وقيمة القضية وطالما أن لدينا قيادة حكيمة شجاعة مقدامة حقيقة محنكة استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة بالمعنى تتمثل شخص السيادة الرئيس الفريق بشار أشكرك كل الشكر الدكتور عفيف دلال المحلل السياسي شكرا. كما أشكركم أنتم مشاهدينا التغطية انتهت إلى اللقاء